سألت الملائكة: من يكون هذا المخلوق؟ من هو هذا المخلوق؟ إنه آدم، آدم عليه السلام. أمر الله الملائكة أن تجمع حفنة من تراب الأرض من كل اتجاه، فجاءت الملائكة بتراب مختلف الألوان، ولذا يختلف الناس في اللون والشكل الخاص بهذا التراب الذي خلق منه آدم عليه السلام. احنا اليوم موجودين في حكاية، اليوم في طول كرم، اليوم يعني كالعادي رح نقوم في حكاية، ولكن اليوم تختلف الحكاية، وهناك يعني مناسبة هي المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة بحب أني يعني أقدم للأمة الإسلامية والفلسطينية والعربية يعني بأسماء آيات التهنئة والتبريك، وإن شاء الله العام القادم أن نكون قد تحررنا وقد تحققت الأمنيات والأماني إن شاء الله. اليوم سنتحدث أو سنقص اليوم قصة أو قصص من الأنبياء، وقصة آدم عليه السلام أول النشأ، أول الخلق، ثم سأتطرق أو سأذهب إلى قصة مولد نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إحنا اليوم حبينا نعرف الأطفال أكثر عن أحداث المولد النبوي، كيف انولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كمان بدنا نحكي عن سيدنا آدم بداية الخلق. حلو، حبينا نجمع الفائدة والمرح مع بعض، يعني عملنا الألعاب مفتوحة لجميع الأطفال اللي شاركوا معنا اليوم، يعني ورح نوزع أراتيس على الأطفال، رح نعملهم يعني يحسوا بهذا اليوم إنه في إشي حلو للمسلمين، نرجع نذكرهم بالأجواء الروحانية هاي الحلوة.